صباح الخير. بمناسبة بدء موسم الامتحانات، كل عام وكل أبنائنا بألف خير وسعادة. أمهات كتير بعتوا يسألوني يا دكتور إيه الأكلات اللي أطفالنا محتاجينها أيام الامتحانات عشان تزود تركيزهم وتزود تحصيلهم في المذاكرة أيام الامتحانات. بنقول إن أطفال أيام الامتحانات محتاجين ياكلوا أكل صحي أو يناموا نوم صحي، نظبط ساعات نومهم على قد ما نقدر ونظبط أكلاتهم، نبعد عن الأكلات اللي فيها مواد حافظة، ونبعد عن الأكلات اللي فيها سكريات كتير، ونهتم بخمس أكلات دول مهمين جدا جدا لزيادة تركيز ونمو الأطفال وتحصيلهم أثناء الدراسة. أولا الأسماك، الأسماك مهمة جدا جدا لغذاء طفلك ولغذاء أولادك أيام الامتحانات، لأنها تحتوي على الأوميجا 3 وتحتوي على أحماض دهنية وتحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات، وخاصة الأسماك الدهنية زي السلمون والماكريل. هي كل الأسماك طبعا، كل الأسماك طبعا فيها أوميجا 3 وفيها الزيوت المفيدة، ولكن أكتر نوعين بيحتوي على الأوميجا 3 هما الأسماك الدهنية زي السلمون والماكريل. بعد كده المكسرات مهمة جدا جدا لأنها بتزود تركيز أولادنا. كل أنواع المكسرات مهمة لأنها تحتوي على الأحماض الأمينية وتحتوي على معادن وتحتوي على فيتامينات مهمة لتحصيل أطفالنا. ممكن بعض الأمهات تقول يا دكتور المكسرات دلوقتي غالية والحالة الاقتصادية والدنيا، لو مش هنقدر نجيب المكسرات نقدر نشتري الفول السوداني ونقدر نشتري السمسم، والسمسم نأكله لأطفالنا كوجبة أو نطحنه ونحطه على وجبات كتير هيفيد معاهم كتير جدا. بعد كده الخضروات التي تحتوي على الحديد، ده مهمة جدا لأنها تمد الطفل بالحديد، فلو في أنيميا هتعالج الأنيميا وطبعا هتكون مصدر للطاقة. ومن أهم الخضروات اللي بتحتوي على الحديد السبانخ والبروكلي وكل الخضروات الخضراء، ولكن أكتر اتنين بيحتوي على الحديد هما السبانخ والبروكلي. بعد كده الحبوب الكاملة، دي فيها نسبة عالية جدا جدا من البروتين ونسبة عالية جدا من الطاقة، بتمد أولادنا بالطاقة، ونقدر نجيب الحبوب الكاملة دي من الشوفان أو من بليلة القمح أو نقدر نحصل عليها من العيش الأسمر البلدي بتاعنا. بعد كده من الحاجات المهمة جدا اللي هو البيض، البيض أكلة أساسية جدا لكل أولادنا، لأن البيض بيحتوي على الكالسيوم وبيحتوي على فيتامين د وبيحتوي على كثير من المعادن والفيتامينات. يا ريت البيض يكون وجبة أساسية لأولادنا في الفطار أو في العشاء. وبرضه من الحاجات المهمة الألبان، اللبن مهم جدا ويفيد أطفالنا بالكالسيوم وفيتامين د وبيعمل هدوء واسترخاء في الأعصاب. الحاجات دي مهمة جدا، الأكلات دي يا ريت نركز عليها وعش فيها لأولادنا أيام الامتحانات علشان تزود تركيزهم وتزود تحصيلهم أيام الدراسة بإذن الله.